السلام عليكم سنة خمسة، النهاردة بناخد الوحدة الأولى الدرس الثاني، درس بعض المجموعات الجزئية بالبحر. نتعرف كده على طرحنا، اتعرف عليها الدرس اللي فات وعرفنا إن ط هي مجموعة الأعداد الطبيعية وكنا بنرمز ليها برمز ط. ط هي عبارة عن إيه؟ ط هي عبارة عن 0 1 2 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية. تمام؟ وكنا بنمثلها على خط الأعداد بالمنظر ده، نعمل خط أعداد ونبتدي نطلع شرطة عند الصفر والواحد والاثنين ونعمل خط إلى ما لا نهاية، كده كنا بنمثل ط. طيب النهارده درسنا هو بعض المجموعات الجزئية من ط. طيب احنا عارفين من الترم الأول إن أي مجموعة هي جزئية من نفسها، يعني ط هي جزئية من ط. طب هي ط عبارة عن إيه؟ ط عبارة عن 0 1 2 3 إلى ما لا نهاية، فعلا هي موجودة هنا في ط. يبقى ط جزئية من ط. طب عندك مجموعة تانية؟ في حد يقدر يقول لي مجموعة تانية جزئية من ط؟ احنا خدنا الدرس اللي فات، خدنا مجموعة أعداد العد، فاكرينها؟ كنا بنرمز ليها بالرمز عين، وهي كانت عبارة عن 1 2 3 إلى ما لا نهاية. هو مش الواحد والاثنين والتلاتة إلى ما لا نهاية، موجودة في مجموعة الأعداد الطبيعية، موجودة في مجموعة الأعداد الطبيعية، يبقى بالتالي عين برضو جزئية من ط. طيب لو حبينا نطلع مجموعة تانية برضو جزئية من ط، هنلاقي إن أنت عندك مجموعة الأعداد الزوجية. مجموعة الأعداد الزوجية تيجي نفتكرها كده اللي هي 0 2 4 6 8 إلى ما لا نهاية. طب دول موجودين في ط؟ نشوف كده، ط فيها 0 2 4 6 إلى ما لا نهاية. يبقى فعلا إن مجموعة الأعداد الزوجية هي جزئية من المجموعة ط. طيب برافو، سامع حد بيقول لي كمان يبقى في ط في زوجية يبقى في فردية. فعلا هي في عندي مجموعة الأعداد الفردية. مجموعة الأعداد الفردية اللي هي إيه؟ 1 و3 و5 و7. الله، 1 و3 و5 إلى ما لا نهاية، دي مجموعة الأعداد الفردية. هي مجموعة الأعداد الفردية دي موجودة في ط؟ موجودة أهي، ما أنت شايفها موجودة جوه ط. يبقى فعلا ف جزئية برضو من إيه؟ من ط. طيب نروح برضو لمجموعة تانية معايا وهي مجموعة الأعداد الأولية. مجموعة الأعداد الأولية اللي احنا نفتكرها مع بعض من ساعة رابعة هي كانت ايه؟ 2 3 5 7 11 إلى ما لا نهاية. تمام؟ كنا بنقول عليها إن الأعداد الأولية، طب الأعداد الأولية اللي أنا قلتها دي موجودة في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ فعلا موجودة في مجموعة الأعداد الطبيعية، أدي الاثنين والثلاثة والخمسة وفيها السبعة والحداشر موجودين معاك، يبقى هقدر أقول إن الألف جزئية من ط. يبقى إحنا طلعنا من هنا إن إحنا عندنا إن الط جزئية من نفسها، عندي العين اللي هي مجموعة أعداد العد جزئية من الط، عندنا الزين اللي هي الأعداد الزوجية جزئية من الط، وفي الأعداد الفردية برضو جزئية من ط، والأعداد الأولية اللي بنرمزها بالرمز ألف جزئية من ط. يجي لك سؤال كده بسيط يقول لك مثل بشكل فن واحد المجموعات ط وزين وف. ط اللي هي أعداد الطبيعية، زين أعداد زوجية، في أعداد فردية. طيب تعالى كده نبص بصة كده بس هنا على الأعداد الزوجية والفردية. تعالى نقراهم كده، هنوري الزوجية 0 2 4 6 والفردية 1 و3 و5. طيب تعالى كده نشوف المجموعة أعداد ط، هنلاقي ط إيه؟ هنلاقي إن ط هي 0 1 2 3 4 5 6. تمام؟ طيب تعالى كده نقراها هنا، ما هي ط هي 0 1 2 3 4 5 6 هنا هيبقى 7. ايه ده؟ يعني كده ان ط متقسمه لجزئين، جزء زوجي وجزء فردي بالنص بالظبط. فهقدر ان انا اعمل شكل فين ايا كان، لو دايره مثلا زي ما انا عامل هنا، واقدر اقسم الدايره دي بالنص، حتى في النص الاول اعداد الزوجيه والنص الثاني الاعداد الفرديه، وعلى الدايره كلها هتمثل مين؟ ط. يبقى انا كده قدرت ان انا امثل مجموع المجموعات ط وزين وف بشكل فين واحد. طيب نبتدي بقى نخش في نوعية تانية من المسائل وهي مسائل أكمل. مسائل أكمل هنا عندنا كتير شوية بس كلها سهلة وما فيهاش حاجة صعبة. أول سؤال بيقول لك عايز ط، إيه العلامة دي؟ هي علامة الاتحاد. ط اتحاد ط. ط اتحاد ط بإيه؟
ايه اللي هنا واللي هنا، هاتهم كل، هات كل العناصر الموجوده هنا والموجوده هنا من غير ما تكرر عنصر. طب ما دي هي هي دي، يبقى هتطلع بايه في الاخر؟ بتاع ط اتحاد ط طلعت بتاع. طيب ط اتحاد عين، ايه اللي موجود في ط وموجود في عين من غير ما نكرر عنصر؟ ط هي 0 1 2 3، عين هي 1 2 3. طب ما ناخد الصفر نزوده عليها تبقى ايه؟ 0 1 2 3 اللي هي مين؟ ط. طيب رقم 3 ط اتحاد زين، ط اتحاد زين، ايه اللي موجود هنا وموجود هنا؟ هنلاقي برضه ان هي ايه برضه؟ الطاء. طيب انت ما صدقتش حاجه، مش الطاء جزئيه من الطاء والعين جزئيه من العين من الطاء والزين جزئيه من الطاء؟ اه، علشان كده اتحادهم اعتقد المجموعه الكبيره اللي هي مين؟ الطاء. يبقى بالتالي كده الفاء جزئيه من الطاء، انا عارف. طب تبقى طاء اتحاد الفاء تديك مين؟ المجموعه الكبيره اللي هي مين؟ الطاء. برضه اللي بعديها الالف برضه جزئيه من الطاء، صح؟ يبقى طاء اتحاد الالف في ايه؟ بطاء. طب طاء اتحاد الفاي، احنا قايلين ان احنا لو فاكرين معايا كده كنا بنقول ان الفاي دي هي مجموعه جزئيه من اي مجموعه، تمام؟ الفاي دي هي مجموعه جزئيه من اي مجموعه، فبالتالي لما تبقى طاء اتحاد الفاي هتطلع برضو بايه؟ بطاء. طب فين اتحاد الزين؟ ده احنا لسه رسمينها مع بعض، تمام؟ ف وزين الاثنين كونوا لي شكل واحد اللي هو مين؟ ط. يبقى في اتحاد الزين وانا مغمض كده هي بتساوي ط. خش على السؤال اللي بعده. ط تقاطع ط، ايه اللي موجود هنا وموجود هنا؟ المشترك، المشترك، تمام؟ ايه اللي موجود هنا وموجود هنا؟ ط واتحاد ط، هنلاقي ايه؟ الط. طب ط تقاطع عين، عين دي طبعا جزئيه من الط، عين جزئية من الطاء، يبقى تقاطعهم بإيه؟ هديك المجموعة الصغيرة اللي هي مين؟ عين، لأن أنا عايز المشترك. طب هي طاء تقاطع زين، برضه هي زين جزئية من الطاء، فبرضه هيديك المجموعة الصغيرة. مين المجموعة الصغيرة؟ الطاء ولا الزين؟ الزين، تمام. طب طاء تقاطع الف، برضه هتبقى إيه؟ ف. وطاء تقاطع الألف بألف، وطاء تقاطع الفاي بفاي. ليه؟ لأن كل دول مجموعات جزئية من الطاء، فبالتالي تقاطع الطاء معاهم هيديك المجموعة الصغيرة. فيه تقاطع الزين، في حاجة مشتركة بين الفاء والزين؟ مفيش خالص. دي أعداد فردية ودي أعداد تانية خالص زوجية، تمام؟ ده بالعكس الاتنين مع بعض بيكونوا لي الطاء. يبقى مفيش حاجة مشترك منهم تبقى هتطلع بفاي. طب زين تقاطع الالف، ايه اللي في الاعداد الزوجيه وفي نفس الوقت موجود في الاعداد الاوليه؟ طب نراجع كده مع بعض اعداد اوليه، اعداد اوليه 2 3 5 7 11. ثانيه واحده، دي ما فيهاش غير عدد اولي زوجي وحيد هو الاثنين اهو، وباقي الاعداد فرديه. والثانيه فيها ان هي كل الاعداد الفرديه والزين كل الاعداد الزوجيه. انا عايز ايه؟ انا عايز المشترك بين الزوجي وبين الاولي، ايه اللي موجود هنا وموجود هنا؟ اهو، مفيش غيرها هي الاثنين، لان باقي الاعداد الاوليه كلها فرديه، مش موجوده في الاعداد الزوجيه. يبقى زين تقاطع الالف هتساوي اثنين، وما ينفعش اكتبها كده، لازم اكتبها بالاقواس مجموعه. خش بقى على نوعيه الاسئله اللي بعدها، بيقول لي هي بالفرق، طب فرق الطب. ايه اللي موجود في المجموعة الأولى ومش موجود في المجموعة الثانية؟ ايه العناصر اللي هنا ومش هنا؟ في حاجة في الطاء مش موجودة في الطاء؟ مفيش، فبالتالي هتبقى فاي. طيب ايه اللي موجود في الطاء ومش موجود في العين؟ الطاء بتزيد عن العين بإيه؟ بصفر، يبقى الموجود في الطاء مش موجود في العين هو الصفر، بس نكتبه بين أقواس مجموعة. طب ايه اللي موجود في العين ومش موجود في الطاء؟ بالعكس، دي العين كلها جوه الطاء، فهتبقى فاي. طب طاء فرق الزين، ايه اللي في الطاء ومش في الزين؟ الطاء فيها الاعداد كلها، بس انا شلت الزين، شلت نصهم، يبقى هيبقى لي مين؟ اهو تعالى بص هنا، انا شلت الزين هيبقى لك مين؟ الف. طب لو شلت الف هيبقى لي مين؟ الزين. يبقى طاء فرق الزين بايه؟
بفهم. طب زين فرق الطا، دي الزين جوه الطا، يعني مفيش عدد فيها بره الطا، هتبقى بايه؟ بفاي. طب طا فرق الفي، لسه قايلها، قلت لك شيل الفي هيبقى لك مين؟ الزين. طب فين فرق الطا؟ برضه الفي موجوده كلها جوه الطا، فهتبقى فاي. طب الف فرق الفي، الف دي اعداد اوليه، ايه اللي موجود فيها مش موجود اعداد فرديه؟ الاعداد الاوليه كلها فرجي، ما عدا عدد واحد لسه قايلينه اللي هو الاثنين او عدد الزوجي الوحيد. يبقى اللي موجود في الاولي مش موجود في الفردي هو فعلا العدد اثنين. طب فيه فرق الزين، ايه اللي فيه ومش موجود في الزين؟ دي الفيه كلها مش موجوده في الزين، تبقى ايه؟ فيه. طب زين فرق الفيه، ايه اللي موجود في الزين ومش موجود في الفيه؟ الزين كلها مش موجوده في الفيه. سؤال رقم 26 بيقول لي عايز مكملة الزين، مكملة الزين دي يعني مكملة، اللي هي الشرطة دي يعني مكملة، ايه هي مكملة الزين؟ ايه اللي بتكمل الزين عشان تديك المجموعة الكبيرة اللي هي الطا؟ اهو ايه اللي هتكمل لك الزين دي جنبها عشان تديك الطا؟ مين؟ الفي. طيب وعايز مكملة الفي، برضه لو بصينا هنا ايه اللي بيكمل الفي عشان تديك الطا؟ مفيش غيرها، الزين. طب عايز مكملة مكملة الزين، مكملة مكملة الزين، طب ما هي مكملة الزين مين؟ ف عايز مكملتها، مكملة الف ايه؟ زين. تمام؟ كده كده لما تجيلك مكملة فوق مكملة ممكن تشيلهم وتنزل المجموعة لوحدها، مكملة بتشيل مكملة. تمام؟ أو ممكن نقولها كده زي ما قلنا مكملة الزين ف، مكملة الف هي الزين. طيب هنا مكملة الف زين، عايز مكملتها تبقى ايه؟ في. طيب اخر سؤالين معايا بيقول لك عايز تعرف فرق مكملة الزين، مكملة الزين قلنا اللي هي ف، يبقى طه فرق الف بين ايه اللي موجود في طه ومش موجود في الف؟ الزين. طب عايز مكمل طه فرق مكملة الف، مكملة الف قلنا اللي هي مين؟ زين، يبقى طه فرق الزين بايه؟ بف. كده سنة 5 نقدر نقول ان احنا خلصنا درس بعض المجموعات الجزئية من بعض.